Follow the page on Facebook, Instagram, YouTube and Telegram. Thank you, doctors. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير من العايدين السالمين إن شاء الله. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال. بعد انقطاع طويل طوال الفترة اللي راحت وكان سببها أنه حسابي تهكر، والحمد لله استطعنا نحن نسترجعه، وكل الشكر للأستاذ مختار عبد المعز في الأمن السبرالي اللي استطاع أنه يساعدني بشكل كبير جدا في استرجاع الحساب، واللي عرفني عليه الأستاذ خلدون الأصبحي، فلهما كل الشكر والتقدير على مساعدتي أن أنا أستطيع أرجع وأتصل معكم من جديد للتواصل معكم ونتحدث عن مجال الإندو ومجال طب الأسنان. الجو ما شاء الله اليوم جميل جدا في صنعاء، يعتبر الجو هذا من الجو الأوروبي، لنا فترة ما بتطلعش الشمس هكذا الجو هجوة، فحبيت أطلع عليكم. رجع الحساب أمس، فقلنا أول بوست أنزله هو بوست فيديو صغير أتحدث فيه عن موضوع حيكون مقدمة لفيديونا الفيديو الجاي إن شاء الله عن روتري موشنز، عن الحركات اللي في الإندو سواء كانت ريسبروكيشن أو روتري فايل أو روتري موشن. طبعا زي ما احنا عارفين أنه بدأ مجال الإندو بالهاند فايلز اللي هو الستينلس ستيل، ومع تطور الحاصل في مع النيكل تيتانيوم واكتشاف النيكل تيتانيوم، طبعا اكتشفت النيكل تيتانيوم من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، كان أثناء عرض التصنيع العسكري استطاعوا أنهم يعملوا اللويز، خليط بين معدنين، هذا الخليط هو النيكل والخليط الآخر أو المعدن الآخر هو التيتانيوم، دمجهم في درجة حرارة معينة وبنسبة مئوية معينة استطاع أنه يوصلوا إلى حصول على واير، هذا الواير فيه خواص النيكل تيتانيوم وهي الميموري شيب. ما هي الميموري شيب؟ الميموري شيب بمعنى انه النيكل تيتانيوم اندر ستريس او اندر بريشر او اندر تمبريتشر بيتغير شكله، ومجرد ما يروح هذا البريشر او التغير درجة الحرارة ويستعيد درجة حرارة الغرفة بيستطيع هذا الواير انه يرجع لشكلها السابق، ولذلك سمي شيب ميموري. بدخول النيكل تيتانيوم في عالم الاندو تم تطوير الروتري ديفايس والموتور، ومن هنا بدأت خطوة العالم الإندو الروتري. طبعا الأول موشن استخدم بالنيكل تيتانيوم كان ريسبروكيشن. ما هو المقصود بحركة الريسبروكيشن؟ حركة الريسبروكيشن المقصود بها أنها حركة باتجاهين، مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة، باختلاف الدجري، باختلاف درجة الحركة. قد تكون مثلا درجة الحركة باتجاه عقارب الساعة قليلة 40 30 60، وعكس عقارب الساعة أكبر 180 160 أو 120 وإلى ذلك. فلذا بمعنى آخر أنها ما بتكملش الفايل دوران روتيشن كامل، ولذلك يسمى ريسبروكيشن. هذا كان أول موشن روتري موشن يستخدم، ومن ثم جت حركة الروتري موشن اللي هي دوران الكامل اللي هو كومبليت روتيشن، واللي هو السائد الآن. طبعا الآن حصل ترند في العشر سنوات السابقة أنه تم استرجاع أو تم العودة من جديد أو الترويج من جديد لحركة الريسبروكيشن، بحكم أنها أكثر سيفتي من ناحية الفايل سيبريشن، يعني فيها الفايل سيبريشن أقل بكثير من الفور روتيشن أو الروتري الكامل الروتري موشن. طبعا هذا التفاصيل حندخلها بشكل مفصل إن شاء الله في الفيديو الجاي بإذن الله. اللي أحب أني أنبه فيه أنه موضوع الحركات الموجودة في الأجهزة، وهذه حلاقيها في معظم الشركات، أجهزة الشركات المختلفة، هي ماذا؟ معنا حاجة اسمها أوتو ريفرس، ومعنا موشن آخر يسمى أبيكال ريفرس، ومعنا موشن آخر يسمى أوتو ريفرس، ذكرنا الأوتو ريفرس. طيب ومعنا حركة الريسبروكيشن، ومعنا حركة الروتري، ومعنا حركات جديدة أو تقنية جديدة تم إضافتها في الأجهزة الحديثة المتواجدة في أغلب الشركات، وهي بمسميات مختلفة من شركة لشركة، ولكن المبدأ هو واحد. مثلا بعض الشركات تسميها OTR Optimum Torque Reduce، شركات أخرى تسمي هذا الحركة ATC اللي هو Adaptive Torque Reduce Control ATC
Adaptive Torque Control. أوكي. طيب خلونا نتكلم عن هذه الحركات اللي موجودة في أجهزتكم الروتري ونعرف كل واحدة متى تستخدم وإيش الفائدة من استخدامها. حلو. طيب أول حاجة الأوتو ريفرس. ما هي خاصية الأوتو ريفرس؟ هذه خاصية إلزامية إجبارية موجودة في جهاز الروتري، لا يمكنك إلغائها. لماذا؟ لأنه اللي بيفرق بين جهاز الإندو موتور وقبضة الهاند بيس اللو سبيد اللي موجودة في الكرسي هي هذه الخاصية، وهي الأوتو ريفرس. ما هي هذه الخاصية؟ هذه الخاصية هي أن جهاز الإندو موتور بيتم إضافة له حساس، هذا الحساس خاص بالترك بالعزم الدوران اللي بيصادفه الفايل. فإذا أنت حطيت الترك للفايل هذا حسب توصية الشركة مثلا 1.5 أثناء دوران الفايل داخل القناة، إذا لقى عزم دوران أكثر من 1.5 على طول أوتوماتيك الجهاز بيعمل دوران عكس عقارب الساعة، وهذا ما يسمى الأوتو ريفرس. لماذا بيعمل عكس عقارب الساعة؟ لأنه إذا استمر بالدوران فوق الترك المحدد له مسبقا هنا بيكون عرضة للكسر الفايل. فمن بيحدد لي الترك الترك اللي أنا بعمله، السيتنج اللي بنضبطه في الترك هو اللي بيحدده لي الشركة المصنعة. فالشركة المصنعة عندما صمموا الفايل تبعهم بديزاين معين بواير معين عملوا أبحاث وتست وتجارب، شافوا انه قدرة الفايل يصل الى التورك 2 او 1.5، وبالتالي بيعملونا ريكومنديشن وتوصية في الكيت مكتوب عليه انه التورك يكون لحد 1.5. كيف تعرف انه مسجل هذا التورك في الكيت حق الفايلات؟ حتلاحظ انه الوحدة تبعه NCM نيوتن لكل سنتيمتر. اذا لو لقيت 2 او 1.5 او 3 NCM هذا المقصود به هو التورك. أوكي، إذا خاصية الأوتو ريفرس موجودة في كل الأجهزة، خاصية لا يمكنك إلغائها. لماذا؟ لأنك إذا ألغيتها معناها أنك زيدت الريسك للفايل فراكشر سيبريشن، وبالتالي حتدخل في كومبليكيشن. وإذا ألغيتها رجعت جهازك الإندو موتور كأنه لو سبيد، لأنه لو تلاحظ الفايلات تستطيع أنها تتركب على اللو سبيد، بإمكانك تركب الفايلات على اللو سبيد، لكن ليش ما نستخدمهاش على اللو سبيد؟ لأن قبضة اللو سبيد بتشتغل على الهواء، الضغط الهواء اللي موجود في الكرسي، وما فيش فيه حساس التورك، وبالتالي حيستمر الفايل يدور داخل القناة بسرعة عالية جدا بعزم دوران غير ثابت مش مضبط، لأنه ما فيش فيه سيتنج لهذا التورك ميجرمنت، وبالتالي يحصل إما حاجتين، إما الفايل يستطيع أن يعمل كاتنج للدنتين أو يحصل له سيبريشن. فهذه أول خاصية والآن فهمناها. الخاصية الأخرى اللي اسمها أبيكال ريفرس، هذه الخاصية الأبيكال ريفرس المقصود بها أن الفايل عندما يصل إلى الأبيكس يقوم الجهاز بعمل عكس الدوران. إذن هنا الدوران عكس عقارب الساعة ليس نتيجة لترك تم تحديده مسبقا أو لمقاومة لقاها الفايل تعدت الترك اللي حددناه، لا، المقصود بهذا الدوران الريفرس أن سببه أن الفايل بدأ يقرب من الأبكس، والغرض من ذلك نحن نتجنب الأوفر إنسترومنتيشن، نحن نتجنب أنه فايلاتنا تعدي ذروة الجذر وبالتالي ما تعملش أي تروما وتجريح لمنطقة العظم حول الجذر. إذا هذه الخاصية يتطلب أن يكون هذا الجهاز فيه خاصية المدمج، يكون روتري وأبكس لوكيتر في نفس الوقت، وأنك تكون شابك الأبكس لوكيتر مع الروتري وتشتغل في نفس الوقت. إذا هذه خاصية ما حتنفعش أو مش موجودة في الأجهزة اللي تكون روتري فقط، لازم تكون روتري وأبكس لوكيتر كلاهما مدمجين مع بعض. في هذه الحالة ممكن أنك تفعل هذه الخاصية أو تفعل خاصية أخرى. ما هي خاصية أخرى؟ هي الأبيكال ستوب. ما هو المقصود بالأبيكال ستوب؟ المقصود بها أنه وهي نفس الشيء تكون مدمج، لازم يكون مدمج من الأبيكس لوكيتر، أن الروتري أثناء ما يدور إذا إلى أن يصل إلى منطقة الأبيكس يحصل الفايل ستوب ويتوقف الجهاز عن الدوران. طبعا هذه خاصية أنا ما أفضلهاش لأنها بيحصل احيانا ان الفايل يوقف ويكون اصبح منحشر في منطقه الابكس، وبتلاقي صعوبه انك تخرجه من فم المريض الجهاز نفسه مع الروتري، فبيكون موقف محرج وبيكون في صعوبه في اخراجه. اذا هذه حركه الدوران الثانيه اللي تسمى ابيكال ريفرس، والان عرفنا ايش المقصود بالابيكال ريفرس، هي عكس دوران الفايل روتري بينعكس دورانه ليس نتيجه انحشار أو تورك أو مقاومة، إنما نتيجة وصولنا إلى منطقة الأبكس، وهذه الخاصية تتطلب أن يكون الجهاز مدمج. نجي للخاصية الأخيرة اللي هي ذكرتها سابقا أنها لها مسميات مختلفة بناء على ماذا؟ بناء على الشركة المصنعة، سواء كانت Optimum Torque Reduce
او سواء كانت ادابتف ادابتف تورك كنترول، بغض النظر عن المسميات، هذه الخاصيه هي خاصيه حديثه، حيث انهم لاحظوا الشركات او الاطباء الاسنان اخصائيين الاندو انه كل ما بنحاول نوصل للابكس، دخولنا بالجهاز الروتري داخل القناه، مثلا لو نفترض ان انا بدات ادخل الفايل داخل القناه، وصلت الى الميدل ثيرد اوف ذا كانال، لاقي الجهاز عندي مقاومه لدوران الفايل، هذا المقاومة عدت التورك اللي أنا حددته مسبقا بناء على توصية الشركة، أدى ذلك إلى أوتو ريفرس عكس عقرب الساعة عشان نتجنب الفايل سيبريشن. فلما حصل عكس عقرب الساعة، أنا أشيل الفايل من داخل القناة، لازم أنا أخرج الفايل من داخل القناة وأرجع أدخل من جديد. تكرار هذه العملية الدخول والخروج قد تأخذ لفترة زمنية طويلة أو قصيرة بناء على صعوبة أو سهولة الشكل التشريحي للقناة، كالسيفيكيشن، كيرفت كانال، نارو كانالز، ديفكلت اناتومي، كل هذا الاشياء. فلاحظوا الاطباء ان الوقت الزمني اللي بناخذه عشان اوصل للابكس بيطول نظرا لانه الجهاز حقي بيوقف من الدوران لما يلاقي ترك واضطر اخرج وادخل من جديد. فقامت الشركات بتصنيع او بتعديل حركه جديده اللي هي ذكرناها، الاوبتيمم تورك ريديوس او الادابتيف تورك كنترول. هذه الحركه تعمل دمجت بين الحركتين، هي الروتري والريسيبروكيشن، دمجت بينهم الاثنتين. ففي الحركه هذه، في الخاصيه هذه، عندما نفعلها بيقوم الفايل بيدور مع عقارب الساعه الى ان يلاقي مقاومه يعمل عكس عقارب الساعه، ولا يستمر بحركه عكس عقارب الساعه، لا، فقط بيعمل عكس عقارب الساعه. مجرد ما يحرر نفسه وانت ما زلت داخل القناه، مجرد ما يحرر نفسه ويعمل لوز من التورك والانحشار اللي حصل له، على طول اوتوماتيك يعدل من مره ثانيه ويدور مع عقارب الساعه ويعمل كاتينج. لاقى عجز، عمل عكس عقارب الساعه ربع دوره او دورتين، فك نفسه من حرر نفسه من الانحشار، بعدين مع عقارب الساعه. يعني بمعنى اخر، ما بتضطرش انك تخرج وترجع وتخرج وترجع، اثناء ما بتشتغل بيشتغل بيلف بيلف بيلف، لقى مقاومه فك نفسه، وبعدين لف من جديد، لقى مقاومه فك نفسه ودخل من جديد، وفي كل مره بيدخل اكثر. فالفائده من هذه التقنيه الجديده انها اختصرت لي الوقت الزمني للوصول الى منطقه الابكس، ما عاد بحتاج ان انا في كل مره اخرج الفايل وارجع، اخرج الفايل وارجع. فهذه ميزة الخاصية الجديدة واللي قلت لكم فيها انها بتختلف اسمها من شركة الى شركة، اوكي؟ طيب نيجي الان لاخر نقطة في الفيديو حق اليوم، اللي هو ايش الفرق بين الروتري والريسيبروكيشن. الروتري والريسيبروكيشن، هو الروتري زي ما ذكرنا بيلف الفايل بشكل كامل مع عقارب الساعة، وركزوا في الاتجاه. بينما في الريسيبروكيشن بيكون حركة مع وحركة عكس، ولكن بيكون حركة العكس عقارب الساعة أكثر كزاوية دوران من مع عقارب الساعة. لماذا؟ لأن تصميم الفايلات الخاصة بالريسيبروكيشن مختلف عن تصميم الفايلات الخاصة بحركة الروتيشن. إيش معنى هذا الكلام؟ معناها أنه ما ينفعش تشتغل بفايلات الريسيبروكيشن بحركة دوران كامل، والعكس صحيح، ما يصلحش أنك تأخذ فايلات الروتري وتشتغل بها الريسيبروكيشن. أيوه فعلا، معنا نوعين من الفايلات الروتري، مش اي كت فايلات خذه فكه وركبه واشتغل روتري، لا، لازم تتعرف ما اذا هذا الكت اللي حتشتغل عليه هو الريسيبروكيشن ولا الروتري. وكل شركه بتصنع التو تايبس، بتلاقي الشركه بتصنع لك الريسيبروكيشن وروتري، وبتصنع شركه اخرى روتري وريسيبروكيشن. والمطالب بمعرفه نوع الفايلات انت، مش التاجر، انت الطبيب المستخدم لهذه الادوات، اذا انت المفروض ان تتعرف ما اذا هذا الكت اللي معاك هي فايلات روتري ام فايلات ريسيبروكيشن. لماذا؟ لأنه الكاتينج سايد، منطقة القطع للفايل، بتختلف في كلا التصميمين. ففي حال الروتري بيكون الكاتينج سايد حق الفايل بنفس اتجاه عقارب الساعة، أما عكس عقارب الساعة أنت بتستخدم الفايل في النان كاتينج سايد، زي ما تأخذ سكينة وتقطع فيها، إذا حاولت تقطع بالسايد الثاني ما راح تعمل أي حاجة، انت فقط بتزيد الفريكشن والاحتكاك والهيت جنريشن، وبالتالي بتزيد الفايل سيبريشن. نفس الكلام في الريسيبروكيشن. في الريسيبروكيشن لما قلت لك انه درجه الدوران في عكس عقرب الساعه اكبر من مع عقرب الساعه، معناها ماذا؟ معناها انه الكاتنج سايد للفايلات الريسيبروكيشن بتكون عكس عقرب الساعه، فعشان كذا مع عقرب الساعه بنخليها درجة الدوران قليل جدا، بس الغرض منها أن نحرر الانحشار اللي حصل عكس عقارب الساعة.
إذن لازم أعرف أنا نوع الفايلات اللي معايا عشان على ضوء بحدد إذا الجهاز أشتغل به ريسبريشن أو أشتغل فيه روتري. تمام، طبعا كيف بتعرف عليها في الكيت؟ هتلاحظوا في الكيتات اللي بتشتروها باختلاف الشركات، إذا شفت في الكيت حركة الدوران كامل وسهم باتجاه عقارب الساعة والدائرة كامل، هذا معناها الروتري. لكن لما يكون ريسبريكيشن ما بيكونش معي دائرة كامل، بيكون معي زي شكل الهلال وفي سهم رايح وسهم جاي، هذا معناها إيش؟ ريسبريكيشن. أوكي، إذا يسعد لي صباحكم جميعا، وإن شاء الله نشوفكم على خير، وإن شاء الله في فيديو جاي بتكلم بالتفصيل أكثر عن فايلات الريسبريكيشن، فايلات الروتري والموشن ما موشن. في الأخير يعني كريكومنديشن، أنا دائما أضبط جهازي الروتري على الخاصية الأخيرة الجديدة اللي هي الأوبتيمم تورك ريديوس، أفضلها دائما لأنها خاصية سرعت لي المعالجة، وصلت لي للأبكس بشكل أسرع وأكثر أمانا. في الأخير أوصيكم جميعا أنه لازم أنك تعمل تقييم لنفسك، ما إذا أنت هل بتتطور باستخدامك للجهاز الروتري شهر بعد شهر ولا لا. فتقييمك لمهارتك لتطورك مهم جدا عشان تشوف انك بتتحسن او ما تتحسن، او تركز انك تطور نفسك. كيف ممكن تقيم نفسك في شغلك بجهاز الروتري؟ هو انك بتشوف كم مره بيحصل معك اوتو ريفرس. واللي اتفقنا ايش المقصود بالاوتو ريفرس، انه الفايل عندما يعد يصل فيها التورك اكثر من السيتنج اللي حطيته بينعكس على الدوران اجباريا، لان هذا اللي بيميز جهاز الاندوموتر عن القبضة اللو سبيد. عدد مرات حدوث الاوتو ريفرس اثناء قيامك بتحضير القنوات هذا لازم مع مرور الوقت يقل. فاذا اول مره بدات اشتغل روتري لاحظ نفسي اني في عشان احضر المولر حصل معي الاوتو ريفرس 20 مره او 15 مره، المفروض بعد مرور اشهر يقل هذا العدد الى ان اصل انه في المره في الحاله الواحده بحضر ممكن يوصل معي الاوتو ريفرس 3 مرات 4 مرات. ليش؟ لانه معناها اصبح ماي فينجرز أصبح فيها تاكتل سنسيشن عالي جدا، أصبحت أنا أتحسس التورك اللي بيلاقي هالفايل وأسحب الفايل من داخل القناة قبل ما الجهاز يصل فيها التورك إلى الحد الأقصى اللي أنا حددته. تمام، ونشوفكم على خير إن شاء الله. وبالنسبة للشباب اللي في صنعاء من الدكاترة وزملائنا، أتشرف بحضوركم عرس أخوتي الكابتن يوسف والدكتور أحمد فيصل عواض، هذا أخوتي من أمي. إن شاء الله عرسهم يوم الخميس في قاعة سام. أتشرف بحضوركم جميعا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Follow the page on Facebook, Instagram, YouTube and Telegram. Thank you doctors.